دكتور فاضل السامرائي، لماذا ورد وصف متكئين خاص بأهل الجنة؟ يعني ماذا يراد أن يقال؟ هو الاتكاء يعني غاية الراحة، الاتكاء غاية الراحة، يتكئ على شيء أنه أنهى عمله وليس وراءه شيء، لأنه لو كان وراء شيء يطلبه هو لا يتكئ، وإنما يتهيأ للقيام. نعم. لو لاحظنا الاتكاء في القرآن كيف ورد، ورد الاتكاء مع الشراب، مع الطعام، نعم، مع الجلسات العائلية، أكثر ما ورد يمكن في كل ما ورد إلا في موطن واحد. نعم. يعني لو لاحظنا الاتكاء في القرآن وصف متكئين كيف ورد، أين ورد متكئين؟ هو ورد إما مع الشراب أو الطعام أو في الجلسة العائلية، إلا في موطن واحد أو في غير ذلك ممكن يحضر. يعني لو قرأنا إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة، هذا طعام، ولهم ما يدعون. وهذا يحسن، الاتكاء يحسن في هذا الموطن. متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على لحو. يقترن كثيرا ما يقترن مع الأكل والشراب أو الجلسة. فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما من كل فاكهة زوجان متكئين على فرش. يعني أكثر ما يكون مع الطعام والشراب. فيهما عينان نضاختان، فيهما فاكهة ونخل ورمان، إلى أن يقول حور مقصورات في الخيام، ثم متكئين على رفرف خضر. متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون، يقول فاكهة مما يتخيرون، إلى أن يقول. يعني أكثر ما ورد في القرآن الاتكاء مع الطعام والشراب أو مع الجلسة العائلية، فقط في آية واحدة لم يرد فيها، وإنما وهي في آية الكهف، وهو قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب، إلى يقول متكئين فيها على الأرائك، لأن الاتكاء لا يقتصر على ما ذكر من الأكل والطعام والشراب. فهو هذا يعني، وهي هذا مواطن الاتكاء أصلا. يعني الإنسان قبل الأكل أو عند الأكل يدعو وهو متكئ، يعني. ولذلك كل الاتكاء، والاتكاء بمعنى الاضطجاع، هكذا عليه يتكئ، هكذا ليس مضطجع وإنما متكئ. يعني تمام الراحة، تمام الراحة. يعني الغريب حتى لو لاحظنا في آية الكهف التي يعني ليس فيها طعام وشراب، يعني هو قبلها فيها لباس. قال قبل الآية يخاطب الرسول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، واصبر نفسك كأنما يريد يقوم، اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة، كأنما هو يريد القيام، فصبر نفسك. فقابلها بالاتكاء في هؤلاء مؤمنين. يا سلام. نعم. هؤلاء مؤمنين. يعني لاحظ المناسبة أنه يصبر نفسه، قل لا لا تصبر نفسك، صبر نفسك، فيأتي هؤلاء ترى متكئين، يعني راحة لهم الراحة. فالمقابلة يعني سبحان الله. فإذا الاتكاء هو غاية الراحة، هكذا متكئين. ولهذا وصف به أهل الجنة. لم يصفوا بوصف آخر دكتور فاضل؟ لهم يا وصف شنو؟ أوصاف الجلوس أو النوم أو الاضطجاع. ليس في الجنة نوم، الجلسة، الاستواء مثلا، يعني أي وصف آخر؟ لا، أوصاف السعادة فقط. أوصاف السعادة. يعني كان يذكر أنهم هم يقول إني كان لي، يعني يتحادثون، إني كان لي قرين يقول وإنك لمن المصدقين، فطلعني الحديث والسعادة وما إلى ذلك. يعني يتذاكرون ماذا في الدنيا، ليس فيها وصف من دون سعادة، يعني من دون، لأن الاتكاء هو أيضا في غاية الراحة والسعادة، يعني هذا غاية الراحة. لم يذكر وصف غير ذلك، يعني ما ذكر. هذا أتم وصف يناسب حالة السعادة والحالة المعنوية التي يتمتعون بها بالجنة. هكذا. اللهم وعدنا يا رب. اللهم آمين. اللهم آمين.